إمكانية خلق جامعة سلام وابن المحترمين السادة العربي السالمي محمد بن عطية، محمد البوكيلي، أحمد المساوي، عبد اللطيف جيراري، عبد الله حساني، سلام عزوز، عبد السلام البياري، فيصل الزرهوني، وعبد الرحمن المتيوي من الفريق الدستوري الديمقراطي. تفضلوا السي سالم. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمين. السيد الوزير، كيف ما كتعرفوا مدينة سلا من أكبر المدن المغربية، إن لم أقول ثاني مدينة على المستوى الوطني من حيث عدد السكان، وكذلك كيستفدوا منها بعض المدن المجاورة كالقنيطرة وسيدي قاسم إلى آخره من التدريس في الكلية ديال الحقوق اللي بسلا، ولهذا وهناك كذلك المعهد ديال التكنولوجيا، وكاينه المدرسه المحمديه للمهندسين الغباويين. اذا النواه الجامعيه موجوده. سيد الوزير، سؤالنا هو متى ستخلق جامعه سلا؟ شكرا لكم الكلمه سيد الوزير. سلا عزيزه علينا جميعا، برافو عليك، وتستحق ما اقترحتهم سيد نائب، ونحن بصدد توفير الشروط الضرورية حتى نجعل من القطب الجامعي المقبل إن شاء الله لا استنساخ كما أقول دائما لما هو موجود في بعض المدن الجامعية الأخرى. نحن بصدد إتمام التشخيص للحاجيات في الخمس سنوات المقبلة بالنسبة لمدينة سلا، وذلك بارتباط مع المشروع الضخم المتعلق بإعادة هيكلة الضفتين، لأن هذا معطى مهيكل جديد لابد من أخذه بعين الاعتبار. وعلى ضوء هذا التشخيص سنتخذ القرار الذي بدون شك سيجعل من مدينة سلا مدينة تتجه نحو المستقبل. شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا. هل لديكم تعقيب سيد النائب المحترم؟ اولا سيد الوزير، كنشكركم على الجواب ديالكم، وكنتمنى ان المعزة ديال سلا تجعلكم تقربوا الوقت ديال الخلق ديال هذه الجامعة هذه، نظرا لان الطلبة ديال سلا حقيقة محرومين من بعض الفروع ديال الجامعة، كلية الآداب مثلا غير موجودة بسلا، وكذلك النواحي ديال سلا محرومين من الأحياء الجامعية، وفي نظرنا ان خلق الجامعة غادي يمكن من التغلب على هذه الصعاب هذه، وغادي يخلق واحد الجو ديال الاستقرار ديال الطلبة بمدينتهم. شكرا سيد الرئيس. شكرا.